애들은 은둠자리 دور عملتيه وندمتي عليه بعدها؟ على المستوى الشخصي أنا ندمت، بس على المستوى الجماهيري نجح. ستات قادرة. ليه؟ أنا حسيت إن أنا ما حضرتلوش، يعني ما بت... يعني 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 ما كانش أدائك كويس؟ ما ولا كنتش الدور ممثل. اللي ما كانش لايق عليك؟ ما أعرفش، أنا خدته كان عاجبني قوي على الورق. بس ساعة التنفيذ ما كنتش لاقية الاهتمام، يعني دايما الممثل بيحتاج اهتمام من المخرج ومن المؤلف. يعني المشكلة عند نجلاء ولا صناع العمل؟ بعتبرها جزء مسؤولية عليا وجزء على صناع العمل. لا يعني احنا ما بننفصلش عن بعض، احنا تكوين كامل. فلما ساعات الفنان بيحس ان اللي حواليه مش بينبهوه ومش بيحاولوا يركزوا على بعض النقط في الشخصية ناقصة، لا احنا كنا بنتعامل ان احنا عايزين نخلص بسرعة ونصور عدد دقايق معينة عشان نخلص. فبقيتي ساعات بتحسي ان انت عندك مشاهد مش انا يعني اللي هو بتقولي الكلام بسرعة عشان نلحق ندخل مشهد اللي مش بعده. مش عارفة، كنت متخيلة انك هتقولي لي دورك اللي في قدرات غير عادية هو اللي انت مش راضية عنه وما تحبيش انك تعيديه تاني مثلا، توقعت؟ لا اطلاقا، انا بالعكس احلى تجاربي كانت فيلم قدرات غير عادية مع الاستاذ داوود عبد السيد. ده فيلم عمري، ده فيلم للتاريخ. بس كان فيه يعني مشاهد ساخنة. هي مش ساخنة، بيتقال عليها كده. هي مش ساخنة، هي دراما طبيعية جدا. يعني واحدة بتحب واحد، يعني علاقة اتنين بيحبوا بعض، موجودة في كل الأعمال السينمائية سواء على مستوى مصر أو خارج مصر، مش بس على مستوى الوطن العربي. فدي كانت موجودة من أفلام الأبيض في أسود، يعني فما فيش تغيير في نطاق الدرامي لأي قصة حب بعض فيه موجودة في فيلم. وخصوصا ان احنا بنصنف، او احنا للاسف المعايير دي ما اختلفتش. يعني انت بتقولي زمان كان ايام الابيض في السود، ده صحيح، بس ما اختلفتش لحد دلوقت. المفروض ما تختلفش، لان الفيلم هو على مستوى العالم، هو عباره عن ارشيف لحالات انسانيه واجتماعيه موجوده في الحقيقه. هل لو في اتنين بيحبوا بعض مش ممكن هيمسكوا ايد بعض، هيبوسوا بعض، هيحضنوا بعض؟ ما احنا مش هنضحك على بعض، احنا ليه بنجمل الحقائق وبنقول ما بنعملش والمجتمع كله بيعمل؟ انا ما بحبش الكذب، والسينما المفروض ما تكذبش. نجلاء بدر مؤمنه بالسينما النظيفه؟ ما عنديش مصنفات وما بحبش المصنفات، واتسالت السؤال ده قلت انا ما عنديش مصنفات، مفيش حاجه اسمها سينما نظيفه وسينما غير نظيفه. اللي يشتغل يعمل اي حاجه، يعني ما احنا لازم نفهم يعني اي دور يطلب منك تعمليه. ايه هو الفيلم؟ ايه هو الحدث؟ انت بتعملي، هو ممكن اقول لك ده فيلم تجاري وفيلم غير تجاري. يعني طالما تمثيل خلاص، ما هو اي دور اعمل اي دور طالما مقتنعه بيه، طالما وافقت عليه يبقى لازم اعمله صح، يا اما ما اعملوش من الاول. وده اللي انا بقوله، انا قابلت الفيلم وقابلت الدور يبقى لازم اعمله صح، مش هاجي احط تحفظات، يا اما كنت ما قابلتش الدور من الاول. طيب اي برنامج ندمتي عليه؟ لا من اللي انت قدمتيه طبعا. لا نجلاء بدر بدايتها كانت مذيعه. كنت مذيعه، بس لا ما عنديش برامج خالص ندمت عليها. مفيش؟ لا لا لا، راضي عنهم كلهم؟ راضي عنهم. طيب نشوف الفيديو.